بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا مع شخصيات العهد القديم. اخر شخصيه كانت زروبابل اللي بيشغل نص سفر عزرا، والنهارده بقى نبتدي في شخصيه عزرا نفسه. شفنا زروبابل خد اول فوج من اليهود ورجعوا من السبي بامر من كورش، وشفنا ازاي البناء بتاع الهيكل اتعطل فترة لغاية ما طلع زكريا وحج النبي وعملوا نهضة روحية ورجعوا تاني الشعب يبني ويعمر، وعملوا الفصح وانتبهوا لكلام ربنا والدنيا اتحركت. جولات الرجوع من السبي ما كانتش كلها في نفس الوقت. بعد فترة ربنا نبه قلب شخص آخر اسمه عزرا الكاتب، وربنا شغله انه ياخد مجموعة اخرى كبيرة ويرجع من السبي يعمر في بلاد اليهود. فاصحاح 7 من سفر عزرا يقول: بعد هذه الامور في ملك ارتحشست ملك فارس، عزرا هذا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عشان يورينا في الاخر انه ابن فنحاس ابن اليعازار ابن هارون. وفكركم طبعا هارون اخو موسى رئيس الكهنة، و اليعاذار الكاهن الرئيس اللي بعده، وفنحاس ده الشخص اللي عنده غيرة عظيمة جدا وعجب ربنا وقت ما كان في نوع من الفساد في الشعب، وربنا بسبب غيرته بارك في أسرته وبارك للشعب. فعزرا حفيد فنحاس وبالتالي حفيد هارون. عزرا صعد من بابل وهو كاتب ماهر. يبقى بعض اللاويين أو بعض الرجال الكهنوت كانوا كتاب، ودي تفكرنا بكلمة ربنا يسوع: كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. لما يقول كاتب ماهر في شريعة موسى يعني شخص مذاكر وصية ربنا، مشغول بكلام ربنا في ناموسه، يلهج نهارا وليلا كل يوم. التي أعطاه الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهي عليه كل سؤاله. لما الواحد بينشغل بكلمة ربنا، ربنا دايما يتجاوب مع أسئلته، كل طلباته في الصلاة مجابة، لأنه إنسان مركز في كلام ربنا وعاوز يرضي ربنا. صعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين والنثينيين إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحشست الملك. وجاء إلى أورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة للملك، لأنه في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم، يعني خدت 4 شهور السفر. حسب يد الله الصالحة عليه. برضو حسب يد الذي هتتكرر في موقف عزرا، كل حاجة هيعملها هيحس إن إيد ربنا سبقاه، إيد ربنا مباركاه. وده إحساس جميل لأي خادم يشتغل مع ربنا، إن إيد ربنا الصالحة هي اللي بتدبر كل حاجة، هي اللي بتبارك كل خطوة، هي اللي بتدي المعونة والقوة، هي اللي بتدي الحكمة والإفراز نعمل دي ولا ما نعملش دي. ففي كل خطوة عزرا هيقول حسب يد إلهي الصالح، لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب. برضو كلمة هيأ قلبه دي مش عاوزين نعديها، لأن مش كفاية الواحد يقرأ الإنجيل أو يطلب الشريعة، لكن تهيئة القلب يعني الواحد عاوز يعد قلبه لاستقبال كلام ربنا، يبقى مستعد ان ربنا لما يقول حاجة يقول له حاضر، ولما ربنا يوعده بحاجة يقول له انا فرحان بوعدك يا رب ومتمسك بيه، ولما ربنا يشرح له حاجة يقول له فهمت يا رب. فيبقى هيئ قلبه لطلب شريعة الرب. ودي تفكرنا بشخصية درسناها يوشيا الملك اللي اتقال عنه: لأنه رق قلبك، مجرد قلبك رق قدام الكلام دي عند ربنا كبيرة قوي. عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. يبقى اللي بيطلب شريعة ربنا وينشغل بكلام ربنا بيقدر يعلم الناس قضاء الله وأمر الله. بعد كده الكتاب يذكر لنا صورة الرسالة اللي اداها أرتحشست الملك لعزرا الكاهن الكاتب. فيقول: من أرتحشست ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره. سماه كاتب شريعة إله السماء. إذن هو خد عن الملوك اللي قبل منه
ان اله اليهود هو اله السماء الحقيقي، وان الرجل بتاعه عزرا ده هو الكاهن الكاتب كاتب شريعة اله السماء. صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. يبقى عاد تاني زي كورش زمان لما طلع قرار برجوع المزبيين إن أرادوا. من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك، ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيرو لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه. كل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل مع تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذي في أورشليم، كي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها. وابتدى يقول له خد لا زي ما انت عاوز واشتري الذبائح اللي انت عاوزها وعمر بيت ربنا بسرعه، ومهما حسن عندك وعند اخوتك ان تعملوه بباقي الفضه والذهب فحسب اراده الهكم تعملونه. تلاحظوا ان ارتحشست وده ملك عظيم مدي ثقه عاليه جدا لعزر الكاتب الكاهن من اجل امانته واستقامته، فمديله فوق حتى المطلوب عشان يصرف، وبيقول له أي حاجة زيادة شوف تحب تعمل فيها إيه. والآنية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم، وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فأعطيه من بيت خزائن الملك. يعني أي حاجة تحتاجها زيادة أطلب من خزنة الملك. ومني أنا أرتحشست الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في الخزانة الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة، إلى 100 وزنة من الفضة و100 كر من الحنطة و100 بث من الخمر و100 بث من الزيت والملح من دون تقييد، كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء. جميل كتعبير إله السماء اللي عمال يكرروا أرتحشستة وهو خايف ربنا إله عزرا. زمان الناس لما كانت تتعرف بربنا كانوا يتعرفوا به عن طريق قديسيه، فيسميه مثلا داريوس إله دانيال، وهنا أرتحشستة يسميه إله السماء، وزمان يقولوا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن الله يعرف بأولاده يعرف بقديسيه. في العهد الجديد صحيح ربنا وإلهنا هو أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأننا عرفناه بالمسيح له كل المجد، لكن قبل المسيح له المجد كان معروف من خلال أنبيائه. وأما أنت يا عزرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب. قال له أنت عمل السيستم والنظام اللي يريحك، حط حكام حط قضاة ظبط واعمل كل اللي أنت عاوزه. الذين في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك، اختار الناس اللي تكون عارفة شريعة ربنا. والذين لا يعرفون فعلموهم. شوف الحكمة دي، الحكمة جاية من شخص لسه يمكن ما انضمش لشعب الله أرتحشست، إنما بيقول له لما تختار حكام وقضاء يختارهم يعرفوا كلام ربنا، واللي ما يعرفش علمهم. وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس. يوم عزرا يقول إيه بقى؟ مبارك الرب إله أبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم. كان ممكن عزرا يفكر يقول اكمني أنا سمعتي كويسة، الراجل بيثق فيا وأنا تلاقيني يعني الناس بتحبني. هو ما شافش كده، هو كل اللي شافه مبارك الرب إله أبائنا اللي حط في قلب الراجل ده الغيرة دي والثقة دي عشان نوضب بيت ربنا. فهو معتبر كل ما يحدث نعمة من يد ربنا، فضل من إيد ربنا، هو مش شايف نفسه حاجة كبيرة وملوش فضل في الخدمة دي. وقد بسط علي رحمة أمام الملك، يعني ربنا حط الرحمة علي عشان أجد نعمة في عينين الملك. ومشيري وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين، أما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إلهي علي وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. قال أنا بأخذت الكلام
وشديت حيلي وجمعت الرؤساء وعملت كده نوع من الدعاية جامدة، يلا يا جماعة نرجع بيت ربنا، نرجع أورشليم نعمر، ربنا حرك قلب الملك، ربنا سهل لنا المسائل، احنا ما نقصرش بقى. هنا تلاحظوا معنى الجهاد والنعمة، النعمة تشتغل مع اللي يشتغل، ربنا يدي للي يمد إيده وياخد، من له يعطى ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. عذرا لأنه مجتهد كاتب ماهر في شريعة إلهنا بيعلم الناس مستقيم وأمين، ربنا رفعه وإداله مسؤولية أكبر، لأن الأمين في القليل يقيم على الكثير، ولما ربنا إداله نعمة في عينين الملك وإداله رسائل توصية عظيمة جدا تشددت يداه وجمع الناس وبدأ المسيرة للرجوع لأورشليم. وبعدين الكتاب يذكر رؤساء القبائل اللي رجعوا مع عذرا، يقول هؤلاء هم رؤوس أبائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحشست الملك، من بني فنحاس جرشوم، من بني كذا، من بني كذا، ويبتدي عد يقول فجمعتهم إلى النهر الجاري ونزلنا هناك 3 أيام، وتأملت الشعب والكهنة ولكنني لم أجد أحدا من اللاويين هناك. شوفوا حكمة عذرا، بعد ما جمع أعداد كبيرة وخلاص استعد للسفر ومشوا 3 أيام، بقى يتأمل بحكمة توزيعة الناس اللي معاه، فلقى أنه عنده عجز أو قصور في بند اللاويين. طب احنا عشان نعمل خدمة منتظمة لازم في شمامس، لازم في لاويين، فقال لا ما نقدرش نرجع أورشليم بكهنة بس ولا كتبة بس، احنا عاوزين كمان لاويين. فأرسلت إلى إليعاذر وشمعية ومجموعات كده من اللاويين، أرسلتهم وجعلت في أفواههم كلاما يكلمون به جده وإخوته النثينيين، دول قبائل من اللاويين في المكان، ليأتوا إلينا بخدام لبيت إلهنا. فأتوا إلينا حسب يد الله الصالحة علينا. تاني يقول إيه؟ حسب يد الله الصالح، يعني كل تسهيل يحصل في الخدمة يقول دي إيد ربنا. لما بعت الناس يقولوا عاوزين خدام لبيت إلهنا، عاوزين لاويين ينزلوا معنا أورشليم، والناس تجاوبت وجالوا طابور طويل من النثينيين دول، قال حسب يد الله الصالحة علينا. يا ريت الواحد في كل خطوة بالذات في الخدمة يقول إيد ربنا، بركة ربنا، نعمة ربنا، يد الله الصالحة علينا. فأتوا إلينا حسب يد الله الصالح علينا برجل فطن من بني محلي بن لاوي، ومعه مجموعة كبيرة بعد كده ذكرت أسمائهم. وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتزلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. حكمة كمان في عذرا، هو حاسس المأمورية كبيرة وهيروح يعمر ومش عارف إيه اللي هيقابله في السكة، وعارف ان في اعداء لربنا والبيت ربنا، فقال لا نبتديها بصوم وصلاه. فنادى بصوم وقال واحنا في اول السكه كده تعالوا كلنا نصوم، ربنا يستر طريقنا ويوصلنا بالسلامه ويحفظنا ويستر على اولادنا. ونادى بصوم لاني خجلت من ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لاننا كلمنا الملك قائلين إن يد إلهنا على كل طالبي للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه. هنا اعترف عذرا اعتراف جميل وقال أصل أنا كسفت أقول للملك ابعت جيش يحمينا في السكة، فلما ما قلتش للملك قلت خلاص بقى لازم نتكل على ربنا بعد ما قلنا الكلام ده وقلنا له إلهنا مسؤول عننا، ما يصحش نطلب جيش وفرسان، فأنا قلت خلاص يبقى نصوم ونصلي وربنا بملائكته يحرسونا ومش محتاجين حتى يحرسنا حد في السك. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا، استجاب لنا يعني السكة مشيت سهلة قوي بدون مشاكل. وأفرزت من رؤساء الكهنة